رحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلاب الصف الأول الثانوي. نعم، النهاردة إن شاء الله مع بعض سريعا كده مراجعة على الدرس الثاني، مصادر دراسة الحضارات. طبعا مصادر دراسة الحضارات زي ما قلنا لكم تنقسم إلى قسمين، المصادر الأولية والمصادر الثانوية أو المراجع. أهمية الاثنين إن الاثنين يعد من إنتاج الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، وبدونهما يصعب التوصل للحقائق التاريخية ودراستها، وايضا مصادر لتوثيق المعلومات والاحداث التاريخيه، وهما الاثنين مشتركين في الاهميه دي. يعني الاهميه دي تشمل المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. لكن المصادر الاوليه تتميز عن المصادر الثانويه بانها اكثر دقه من المراجع، فهي معاصره للاحداث التاريخيه وتوقعها، وزي ما قلنا لكم قبل كده. المصادر الأولية أكثر دقة لأنها عاصرت الأحداث، كانت موجودة وقت الحدث. أما المراجع تتميز بأنها متوفرة لأنها كتابات وسهل الحصول عليها، لكن تعتمد اعتماد كلي على المصادر الأولية، وهي تعتبر بديل للمصادر الأولية المفقودة. أنواع المصادر الأولية: المصادر الأولية النقوش والبرديات والاستراكة، كتابات المؤرخين والنقود والمسكوكات. أما المصادر الثانوية كتابات الفلاسفة وكتابات الشعراء والأساطير. المصادر دراسة الحضارات زي ما قلت لكم تنقسم إلى قسمين. المصادر الأولية أهمها الآثار، وهي تعتبر المصدر الأساسي لدراسة الحضارات القديمة. وعلشان ما تنساش تعريف المصادر الأولية: كل ما كتب أو نقش وينتمي لزمن وقوع الحدث، ومن مميزاتها معاثرة الأحداث. الآثار تعد المصدر الأساسي لدراسة الحضارات، وهي نوعين: منها ما هو موجود على سطح الأرض فعليا زي الأهرامات والمعابد والمسلات وزي أبو الهول وغيره من التماثيل، ومنها ما يتم العثور عليه أثناء الحفر زي التماثيل والموميات والتمائم. تاني حاجة النقوش، والنقوش تشمل كل الرسوم والكتابات المدونة على مواد صلبة زي الحجر والرخام والخشب والجرانيت والصلصال والمعادن، خاصة البرونز. وتنقسم النقوش إلى قسمين: نقوش غائرة ونقوش بارزة. النقوش الغائرة زي حجر باليرمو، وحجر باليرمو زي ما قلت لكم في الشرح، أنا بس براجع معكم مراجعة سريعة، زي ما قلت لكم في الشرح إن حجر باليرمو ينسب إلى مدينة باليرمو اللي هو موجود فيها حاليا بإيطاليا، وهو لوحة كبيرة من حجر الديوريت الأسود، وقد عثر عليه في مدينة من في عاصمة الدولة المصرية القديمة في الأسرة الأولى. يحتوي على أسماء من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الأسرات، انتبه للجزئية ديت، عصر ما قبل الأسرات يعني قبل بداية الأسرة واحد واثنين وحتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة. كمان بيحتوي على الأحداث التاريخية المهمة زي الحروب وإقامة المعابد وإقامة التماثيل الكبيرة أو الاحتفالات الكبيرة. أما النقوش البارزة اللي هي صلاية الملك نعرمر أو الملك مينا، هي لوحة من حجر الشيست الأخضر وتحتوي على رسومات من الأمام والخلف، وترجع للأسرة الأولى 3200 قبل الميلاد. وهي طبعا زي ما انتم عارفين بتصور الملك نعرمر وهو يضرب الاعداء ومناظر الجنود واشكال زخرفيه عديده. ثالث حاجه من مصادر الدراسات الاوليه البرديات. والبرديات دي مصر كان بتتميز انها المصدر الوحيد لورق البرد، وعشان كده كان بتصدره لشعوب العالم، لكن كان في مشكله ان هو غالي الثمن شويه، فعشان كده ما كانش بيستخدمه الا طبقه محدده في المجتمع وهي الطبقه العليا. وأشهر البرديات بردية إيبرس، وترجع للمؤرخ جورج إيبرس وهو مؤرخ وطبيب أيضا، وهي بردية طبية مصدرا خصبا لكثير من جوانب الحضارة المختلفة. أهمية بردية إيبرس ترجع أهميتها إلى أنها أقدم مخطوطة علمية قدمتها الحضارة المصرية القديمة في مجال الطب، وهي مرجعا مهما لأمراض الباطنة والعيون والجلد والنساء والأطراف والجراحة، وتحتوي على بعض المصطلحات الخاصة بالتشريح الفسيولوجي الداخلي. المصدر الرابع من المصادر الأولية الاستراكة، وهي كسرات الفخار والأحجار المكتوب عليها وتسمى شقفة، وكانت سهلة للحصول عليها جدا، عشان كده هي كانت أكثر استخداما واستعمالا، وكان بيستخدمها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ليه بقى؟ لأنها متوفرة بشكل كبير، سهل الحصول عليها، غير مكلفة،
استخدمت في أشكال حال يومية كان بيتدرب عليها الأطفال والأولاد في الكتابات وتحرير الإصالات والخطابات. آخر حاجة النقود والمسكوكات هي قطعة معدنية تحمل ختما من السلطة العامة لضمان وزنها ونقائها. وخدوا بالكم من التاريخ الفرعوني ما كانش بيعرف شكل النقود والمسكوكات، إنما عرف في مدينة ليديا في هضبة الأناضول أو في آسيا الصغرى. ترجع أهميتها إلى أنها تصف وتدرس الحالة الاقتصادية والحالة السياسية وصور الملوك والحكام. آخر شيء معايا في المصادر الأولية كتابات المؤرخين القدماء، ومنهم مانتون السمنود، وهو أول مؤرخ مصري قام بكتابة تاريخ مصر وقسم تاريخ مصر إلى 30 أسرة. هيرودوت مؤرخ إغريقي زار مصر وكتب عنها في كتابه تمحيص الأخبار اللي بيتكون من 9 أجزاء، وخصص الجزء الثاني منها عن تاريخ مصر. المراجع اللي هي المصادر الثانوية هي المؤلفات التي كتبت بعد مرور سنوات عديدة من وقوع الحدث، وبتعتمد في كل كتاباتها على المصادر الأولية، منها كتابات الفلاسفة زي سقراط وأرسطو وأفلاطون، ومنها كتابات الشعراء زي هيمروس اللي كتب الإلياذة والأوديسة، ومنها الأساطير زي قصة إيزيس وأوزيريس في مصر القديمة، وهي بتحكي قصة صراع بين الحق والباطل، وقصة الطوفان اللي هي تشبه قصة سيدنا نوح عليه السلام. أرجو أن أنتم تكونوا استفدتم من درس النهاردة، وإن دي كانت مراجعة سريعة، حاولوا أن أنتم تتابعوا معايا، وإن شاء الله إن شاء الله هتبقوا تمام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.